السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع كبير وموضوع خطير جدا للغاية. موضوع وعنوان حلقتنا النهاردة الفساد أيضا أزمة أخلاق. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيف الكريم، وكالعادة برحب بضيف الكريم الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا بك مشاهدينا في كل مكان، تابعونا في هذه الحلقة القوية إن شاء الله، ومستنين تفاعلاتكم وأراءكم عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة إبراهيم خلف الله وصفحة الشيخ أيمن المصري على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ومنتظرين في داخل حلقتنا كل اتصالاتكم وكل أراءكم وكل تفاعلاتكم معانا إن شاء الله. حلقتنا النهاردة الفساد أيضا أزمة أخلاق، وهنبدأ حلقتي بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالصلاة على الحبيب تفتح الأبواب، بالصلاة على الحبيب تتنزل الرحمات، بالصلاة على الحبيب ترفع الابتلاءات، بالصلاة على الحبيب تستجيب الدعوات، بالصلاة على الحبيب تكسر البركات. شيخ أيمن، بالصلاة على الحبيب قلبك يطيب، بالصلاة على الحبيب مسك وطيب، بالصلاة على الحبيب يرضى عنك المجيب، بالصلاة على الحبيب فرج الله قريب، بالصلاة على الرسول همومك تزول، بالصلاة على الرسول عمرك يطول، بالصلاة على الرسول تزول عنا الهموم، بالصلاة على الرسول القرون تزول، بالصلاة على الرسول كورونا بفضل الله تزول، بالصلاة على الرسول كل الأمراض تزول. صلوا على من علم الدنيا الحب، صلوا على من علم الدنيا الرحمة، صلوا على من علم الدنيا الهدى. الكورونا تزول بالصلاة على الرسول، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله على من علم الدنيا الرفق، صلى الله على من علم الدنيا الرضا، صلى الله على من علم الدنيا الحق، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الطب، صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أتأثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الفساد أيضا أزمة أخلاق. شيخ أيمن، هل ما يحدث لنا في هذه الأيام من كوارث ونكبات وابتلاءات؟ ناس كتير هجرت، ناس كتير تعبت، ناس كتير قضت، هل هذا غضب من الله أم رحمة بالعالمين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي به تتنزل الرحمات. لو كل الدنيا تعرف قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الذي وسلم قال فيه الحق تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للإنس والجن، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للبار والكافر،
أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للدنيا بأكملها، فكيف لنا أن نكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب عنا الملك الجلي؟ لا، إن شاء الله اللي احنا فيه ده مش غضب من ربنا سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك الشيخ أيمن، الله يفتح عليك. أبدا. أحسنت. مشاهدينا، أغلى أمانينا أن نرجع الآن لطبيعتنا، أغلى أمانينا في هذا الوقت أن نرجع لطبيعتنا. فاكرين قبل الكورونا كنا بندعي بنقول إيه؟ يا رب كرمنا، يا رب ارزقنا، يا رب وسع علينا المال والأولاد والعتاد والصحة. النهاردة بس كل أمنيتنا وأمنية أي حد فينا إن إحنا بس نرجع لأمانينا. شيخ أيمن، ما واجبنا الآن مع هذا الوباء؟ إيه اللي المفروض نعمله دلوقتي عشان نتخلص من هذا الوباء ويرفعه الله سبحانه وتعالى عننا؟ أولا، هذا الوباء بيفكرنا بالطاعون. هناخد الاتصال ده يا شيخ أيمن وبعدين نرجع لموضوع. تمام حضرتك. معنا أستاذ إيمان من القاهرة، أهلا بيك يا أستاذ. ألو. ألو. اتفضل، أنت على الهوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. كيف حالك أستاذنا؟ وطي صوت التلفزيون خالص واسمعني من التليفون من فضلك. واطي جدا يا فندم. طب سريعا، برنامجنا اسمه أزمة أخلاق، اتفضل يا فندم. الظاهر الاتصال رديء جدا، الشبكه وحشه النهارده اكيد يعني. طب عاود بينا الاتصال تاني. شيخ ايمن، كنا بنقول ايه الواجب علينا ما نفعله في هذا الوباء؟ ان نرجع الى رب الارض والسماء. احنا دلوقتي في رساله من ربنا سبحانه وتعالى قدام مرض صغير يعني لا يرى حتى بالعين المجرده، كل العالم ضعيف امام منه، كل العالم بكل السبل الحديثة بكل التطورات وبكل يعني التقدم والازدهار، الكل واقف حيران أمام هذا الأمر. كانش فينا حد بقى أبدا يصدق قبل موضوع الكورونا ده يا شيخ أيمن إن أمريكا الدولة العظمى كما يطلق عليها وكما صورت للعالم كله أنها قوة عظمى ودولة متقدمة صاحبة التكنولوجيا وصاحبة العلم، ان ما يبقاش عندهم سرير فاضي، ان هم يحتاجوا جهاز واحد تنفس. تخيل الجيش الامريكي ده كله بعتاده باسلحته بظباطه بعساكره بجنوده يحتاجوا لجهاز تنفس، ما يمتلكوش النهارده جهاز تنفس علشان ينقذوا بيه روح. كل الوسائل وكل الاسباب خدوا بيها عشان بس العالم كله يعرف، العالم كله يعرف بس أصغر آية من آيات الله الكل عاجز أمامها، دي حقيقة. تخيل لما الغرب دلوقتي منهم يعني تشوف في إيطاليا بقى يمشوا يلاقوا المسلمين يصلوا ويسجدوا معاهم، يتقربوا لله بالدعاء. تشوف رئيس أمريكا يقول لك عايزين نتقرب إلى الله بالصلاة، تشوفه وحط إيده على القرآن وعمال يدعي. يعني ده دليل ان كله دلوقتي بيرجع الى الاسلام ولا كتاب الملك الحنان. فدي آية من آيات الله، مهما انت ومهما مين، دي رسالة من رب العالمين لكل الدنيا، لكل الدنيا، ان هناك اله. فيروس لا تراه العين المجردة، بص يعني عمل في شعوب العالم كده، عمل في رؤساء العالم. عجز عنه الطب، عجزت عنه العلماء. فين النهارده بقى الفنانين والفنانات ولاعيبه الكره وممثلين المسلسلات والتكنولوجيا والعلم؟ فين ده كله؟ فين ميسي اللي كنا بنجري وراه؟ فين رونالدو؟ فين محمد صلاح؟ فين نمبر 1 النهارده؟ انا اعتقد من وجهه نظري ان نمبر 1 دلوقتي هو الممرض والممرضه والطبيب الذي يقف في الصفوف الأولى يعالج ويعرض نفسه للخطر،
هم دول المفروض نحترمهم ونقول لهم ونقدرهم يا شيخ أيمن. هو ده إسلامنا وهو ده ديننا. ديننا مش دين الأفلام والمسلسلات ولعب الكورة ولعب والحاجات دي. الذي فعله كورونا لم يستطع أحدا من الدعاة ولا من الصالحين أن يفعله. هناخد الأستاذ إمام الشافعي وبعد كده نرجع لك. أستاذ إمام أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. إزاي حضرتك يا فندم؟ اتفضل. الله يخليك، أنا متابع حضرتك يعني من فترة، فيعني بارك الله فيك في برنامجك، واستفدت كتير جدا من حضرتك، والشيخ أيمن منور معاك طبعا. الله يبارك لك. عنوان حلقتك النهاردة الفساد أزمة أخلاق. الفساد أيضا أزمة أخلاق. للأسف إحنا افتقدنا في مصر عامة الأخلاق، تمام؟ لأن الحراك السياسي والثقافي عند الشباب لابد إن إحنا نستخدمه صح. ده افتقد في الجامعات وافتقد في المدارس وافتقد في الشارع المصري. فالواحد بيتمنى إن هو إن أنا لأن أنا يعني ونفتح رجالة الشارع نيوز فبنزل الشارع وبشوف الناس. يعني احنا بنقول للناس نظام بيوتكم اسمعوا كلام الحكومه اسمعوا كلام الوزاره، للاسف ده مش بيطبق. يعني الناس واخده الموضوع باستهتار. يا ريت يعني يا ريت حضرتك توعي الناس اكتر، يا ريت تقول لهم نظام بيوتكم اكتر، احنا خطر كبير جدا. والخطر اللي احنا فيه ده يعني ربنا سبحانه وتعالى حافظنا فيه. يمكن يعني حضرتك عندنا هنا في المنوفيه مثلا على مدار المراكز كلها في حالات كتير جدا 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 مصابه خارجين من ايطاليا والناس اللي جايه من الكويت. الناس اللي بتهرب من الحجر الصحي وجايين عن طريقه غير مشروعه. يا ريت الناس دي انا بوصل لهم رسالتي يعني خافوا على هنتكلم في الموضوع ده يا استاذ امام، واكيد رسالتك وصلت، واكيد الشعب بتاعنا شعب واعي وشعب فاهم. بس هو خروج الناس في الشارع وراء لقمه العيش، راجل وعنده اولاد همه الحقيقي وحربه الحقيقية هو توفير لقمة العيش. ده مش هيبقى دور التوعية لوحده، هيبقى دور التوعية ودور رجال الأعمال ورجال النواب ورجال كل واحد مقتدر إن يقدر يقف جنب الناس دي دلوقتي في المحنة دي. عايزينهم يقعدوا في البيت ويلتزموا بيوتهم، وفروا لهم قوتهم. وأنا أعتقد إن الدولة قايمة بدورها على أكمل وجه، بس احنا فاضل بقى المجتمع المدني والتكافل الاجتماعي ان احنا نقف جنب بعض ونتبرع لهذه الناس ونتصدق على هذه الناس وما نحرمهمش لقمة العيش. لانه هو عنده الحرب الاساسية بتاعته دلوقتي مش فيروس كورونا، الحرب بتاعته ان ازاي يستر بيته ويأكل اطفاله، ما عندوش فكرة ابدا. معانا اتصال، اهلا بيك. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا فندم، عرف نفسك. اتفضل. مع حضرتك عبد الرزاق عبد الغني. اهلا استاذ عبد الرزاق. اتفضل. عبد العزيز. استاذ عبد العزيز اهلا بيك. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ لو سمحت ممكن بس اقول لحضرتك رايي في الموضوع اللي بيحصل الايام دي. اتفضل يا فندم. تسلم، الله يخليك. اول حاجه دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى لنا كلنا ان احنا يكون في تكاتف بيننا وبين بعض. ان احنا لازم نقرب من بعض، لازم نحب بعض اكتر، لازم يكون في حته التكافل الاجتماعي بيننا اكتر. لو حته التكافل الاجتماعي بيننا اكتر صدقني ان كل الخلافات اللي بينا نقدر نزيلها حتى لو 60 فيروس كورونا. لو ايه باللازم. خلاص. رقم اتنين، احب اشكر حكومتنا ان هي بتساعدنا ان احنا يعني ايه نتجنب الوقوع في شر المرض الخبيث ده. بعد كده الرساله الثانيه اللي هي جميع الاطباء وجميع الممرضين رساله شكر وتحيه وتقدير على جهدهم الغير طبيعي. شكرا استاذ عبد العزيز، واكيد رسالتك وصلت، وتحيه من هذا البرنامج لكل ممرض وكل طبيب. شكرا لمداخلتك. شيخ ايمن، لسه ما خلصناش واجبنا بقى ليرفع ربنا سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء، وعايزين نعرف يعني ايه اللي نقدر نعمله ونحض الناس عليه ان هي تعمله غير الالتزام في البيوت والصلاه في البيوت وعدم التجمعات في الشوارع. الحمد لله الدوله منعت الكافيهات والقهاوي والاسواق دلوقتي، ومش عايزين ندخل كمان حتى في المرحله الثالثه يا شيخ ايمن، موضوع الحظر الكلي
الناس دلوقتي على الفيس يقول لك النفسيه صفر، النفسيه مؤلمه، النفسيه تعبانه، عشان اتحذر من 7 المغرب ل6 الصبح. واخد بال حضرتك؟ تصدق ان الحجر الصحي ده او الحجر الصحي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنه من اكثر من 1400 سنه. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والله عن الحجر الصحي ده من 1400 سنه؟ ازاي؟ عندما ساله صحابي قال يا رسول الله ما الحل في وقت الامراض؟ او قال امسك لسانك. اول حاجه تعملها تعمل ايه؟ تسكت. الاشاعات يا جماعه واخدين بالكم؟ انا لسه هقول لحضرتك الموضوع كبير. هو في اي امراض ايه اللي بيحصل؟ اللي بيخوف الناس اكتر واللي بيفزع الناس اكتر واللي يرهب الناس اكتر الاشاعات. ده عمال يقول حالات عندنا مش عارف ايه، وده حالات عندنا ايه، وانا رحت المستشفى حالات ايه، هو لا في حالات مثلا ولا سمع، هو بيسمع. فاهم حاجه في وقتنا اللي احنا فيه ده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. يا تقول خير يا تعمل ايه؟ تسكت. اسكت. لان انت بكتر كلامك ومنشوراتك اللي عملت تنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي وبقى وانتشر ومش عارف ايه والهلاك والدمار، يا اخي خلي بالك يا زبريم، لو ربنا سبحانه وتعالى غضبان علينا فلما اسفونا اي اغضبونا انتقمنا منهم اغرقناهم اجمعين. ده خدوها بتوع السوشيال ميديا يا شيخ ايمن سبوبه. ازاي بقى؟ بيبعتوا رسائل على الماسنجر ويقول لك ايه؟ ابعتها ل20 عشان ربنا يرفع عنك بلاء الكورونا. ابعتها ل50 عشان ما تصوبش بفيروس كورونا. تخيل يعني وصلنا بالجهل لهذا الحد. بص يا حبيبي، انت نسبه وفاتك من مرض كورونا كام في المية؟ طب معانا اتصال من الاقصر يا شيخ. اتفضل. معانا اتصال من الاقصر، اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييك والله، بحييك على البرنامج وبحيي ضيفك المحترم بصراحه بصراحه الشيخ ايمن اللي انا بحبه من صعيد مصر. بشكره 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 في الحاله بتاعتي بصراحه بالذات، وبشكر البرنامج بتاعكم ده وربنا يخليكم فريق اعداد بصراحه محترم. الله يخليك. اتفضل. بمياد الله كل واحد ياخد حقه يعني باذن الله باذن الله مصر مش عيران حاجه. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا وشكرا لمتابعتك. معانا احمد بن المنوفيه، اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل. احمد بن المنوفيه اهلا بيك. الو السلام عليكم. اتفضل يا فندم. اهلا استاذ ابراهيم. احمد مختار خطاب لحضرتك. ازيك يا استاذ احمد اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله انا كان عندي مشكله كنت عايز اقول لك حضرتك فيها. اتفضل يا ابو حميد. احنا عندنا جمعيه خيريه بلد باسم عمر بن الخطاب. فاحنا كنا عايزين يعني حضرتك توصل صوتنا للمسؤولين. الجمعيه دي ما فيش اي تبرعات بتجيلها خالص ولا اي حاجه بتجيلها خالص. طيب يعني احنا نناشد بقى اهلكم، يعني المسؤولين مش هيبقى لهم دور يعني في الموضوع ده. موضوع التبرعات للجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه دي بيبقى دور مجتمعي ودور 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 ناس موجودين في المناطق، يعني يعملوا لهم برضو شويه، يعملوا لها شويه دعايه وكده واعلان وشوفوا الناس المحتاجه وبتاع والكلام دوت، واطلبوا من الناس تبرعات. يعني شكرا لمداخلتك يا استاذ احمد شرفتنا. هنرجع بقى لموضوعنا يا شيخ ايمن. امسك عليك لسانك. اول حاجه في اي وقت في امراض تسكت. يتبشر كما اخبر صلى الله عليه وسلم، بشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا. اولا انت نسبه موتك من المرض ده كام في الميه؟ ما حدش يعرف يحددها دي بقى يا شيخ ايمن، يعني اهل الطب بقياسا يعني. على الواقع اقول لك 5 أو 6%. الله يفتح عليك. طب انت نسبه موتك الحقيقي كام في الميه؟ لا كتير طبعا، 100%. لان انت كده كده ايه؟ ميت. هتموت. انك لميت وانهم لميتون يعني. فانت اساسا الموت كتب على كل العباد، الانس والجن الكل سيموت. فانت كده كده هتموت. فانت فارق معاك ايه الموت بمرض او موت طبيعي؟ انت كده كده هتموت. المهم ان انا اموت على موته حلوه. صح. اموت ان ربنا يرزقني بحسن الخاتمه، ده اللي افكر فيه. الله يفتح عليك. انا في معاصي ارجع واتوب، انا كنت بعمل ذنوب ارجع واتوب. طيب ممكن تسمعني سفري بعيد بعد الاتصال ده؟ نذكر بس الناس كده ان الموت قريب قوي. معانا وفاء من الجيزه، اهلا بيك يا استاذه وفاء اتفضلي. علي صوت حضرتك شويه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، علي صوتك شويه يا استاذه وفاء. ايوه مع حضرتك. اتفضلي خشي في الموضوع على طول، اتفضلي. اقول لحضرتك انا رئيس السيسي على ان انا شقتي غرقت واتبهدلت وصاحب الشقه كمان لسه ابنه عمال عايز الشقه وانا محتاجه ان انا اخد شقه. ظروفي عامله خالص تعبانه ومش عارفه اعمل ايه. ادعي بس ان ربنا يخلصنا من فيروس كورونا، ويبقى ندور على الشقق وندور على الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. يعني انا السقف عندي كان اخر دور خشب واتبهدل، وكمان بيقول لي وضبيها لي وانا مش عارفه. والله ربنا يعلم انا مش عارفه اعمل ايه. ان شاء الله ربنا يقى. شكرا لاتصالك. وان شاء الله خير باذن الله، يعني ربنا يكرمك كده ويحنن عليك القلوب والناس تقف. يعني شيخ ايمن، الموت قريب في اي لحظه، والموت كما قلت مؤكد 100%. اما وفيروس كورونا هو سبب من الاسباب يعني، وعلى فكره هي لها فوائد ولها اضرار. على الاقل من ضمن فوائدها يعني ناس كتير النهارده سمعوا وعرفوا عن القران، وسمعوا الاذان في كل، في فرنسا سمعوا الاذان، في اسبانيا سمعوا الاذان، في امريكا بقى يرفع الاذان. هو مين كان يحلم بالحاجات دي؟ ما انا بقول لك المرض دوت ليه فوائد كثيره. اه، وعمل اللي ما عرفش داعيه على مستوى العالم يعمله. طيب كفايه انه قفل لنا المقاهي صح، والملاهي دي حقيقة، والخمارات واماكن والنوادي الليليه يا وكل الحاجات اللي ممكن. وافضل حاجه بقى ان انت لازم بيتك الحجر او الحجر الصحي. اه، اللي النبي علمه لنا. شوف اول حاجه قال له ايه؟ امسك عليك لسانك، امسك لسانك بس. طب انت عارف يا شيخ ايمن الموضوع ده يعني مفيد جدا، وربنا رحيم بينا ليه بقى؟ لما قال لك الزم بيتك او ادخل اقعد في بيتك، ده عشان بس عدم انتشار المرض. كان ممكن قادر ربنا ينزل فيروس تاني يقول لك ايه؟ العلاج منه هو الخروج من البيت. اللجوء قلنا هنروح فين بقى؟ الصحراء او الاماكن اللي بجد احنا متضايقين وقاعدين في بيوتنا. احنا الحمد لله ربنا ستر. لا بامانه يعني انا عايز بس انا بس هوجه رساله بقى للمشاهدين. احنا متضايقين واحنا قاعدين في بيوتنا. تخيلوا لو نزل فيروس تاني غير الفيروس ده وقال لك العلاج منه انك تخرجوا من البيوت، تهجوا كده من البيوت وتسيبوها، كنت هتروحوا فين ببناتكم؟ كنت هتروحوا فين باطفالكم؟ كنت هتروحوا فين باولادكم وبعجائزكم وبشيوخكم وبامهاتكم وازواجكم؟ كنت هتروحوا فين بجد يعني؟ انا مشفق على كل واحد طبعا، انا مش ضد بقى يعني، انا بس انا مشفق على كل واحد في الشارع بيجري على لقمه عيش وبتاع، واكيد ده في دور للدوله هتقوم بيه، ودور طبعا من ناشد فيه رجال الاعمال اللي هم بيتخلوا دلوقتي عن مصر وشعب مصر. خلي عندك دم، اي راجل اعمال بيتخلى عن مصر دلوقتي خلي عندك دم بجد، خلي عندك ايمان، خلي عندك اخلاق. البلد اللي عملت منها ملايين تتخلى عنها في ازمه، يبقى فعلا انت ما عندكش دم. لا بجد، سفري بعيد يا شيخ ايمن، نذكرهم ان الاخر خلاص قربت بجد يعني. خليها في الاخر. لا ما خليهاش في الاخر عشان خاطر، صدقني ما حش هخليها في الاخر يا شيخ ايمن حبيبي. تعمل يعني معلش، انا سفري بعيد بطلب منك اللي في اي برنامج ما فيش مصر. طيب تمام، عايزين نوصل للناس بتبقى طالعه من القلب يعني. ما هتطلع من القلب يا شيخ ايمن، علشان إن شاء المخرج اهو بيقول لي هتطلع من الاستاذ محمد شحاته، طبعا المخرج بيقول لي هتطلع بالقلب ان شاء الله. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، كأني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني،
فلم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون واستخرج الروح مني في تغررها وصار ريقي مريرا حيث غرغرني وقام من كان أحب الناس إلي في عجل نحو المغسل يأتي يغسلني وأودعوني على الألواح منطرحا وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وغسلوني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وخلفي من ينوب علي وينعاني ويندبني وقدموني إلى المحراب وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهلي وقدموا واحد منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب وقال هلوا عليه التراب وقال هلوا عليه التراب وانصرفوا فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واعملي حسنا عسى تجزون بعد الموت بالحسن الحمد لله إن شاء الله ربنا يكرم الأمة دي إن شاء الله يكرم فاصل ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد في برنامج أزمة أخلاق كما سمعنا ورأينا تأثرات الشيخ أيمن المصري أثر فينا بجد وأعتقد أن هذه الرسالة وهذه القصيدة هي أبلغ كلام يتقال ويوجه لكل رجال الأعمال الموجودين الآن في مصر احنا عارفين أن الأعمال متعطلة والمصانع واقفة لكن ده أبدا
ما يخليكش انك تتخلى بقى عن الدور المجتمعي والدور اللي تقف بيه جنب شعب مصر، لان ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ده خير من عند الله سبحانه وتعالى. فكون ان احنا نتخلى عن الناس ونقول لهم التزموا بيوتكم وقعدوا في بيوتكم، لو قلنا مليون مره، خلينا صراحه يعني، لو قلت مليون مره اقعد بيه في بيتك، طب هو ما عندوش اكل، ما عندوش اكل لاطفاله، يعني يعمل ايه؟ هيضحي بنفسه، هينزل يلطش، يجيب اي فلوس من اي مكان، يشتغل اي حاجه، ان شاء الله ينبش حتى في القمامه والزباله علشان يقضي بس ويغطي ويملى كل واحد بقه مفتوح من الاطفال دول، عايز 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 ياكله، عايز يشربه. سيبكوا بقى من الكسوه والملابس والحاجات دي، وسيبكوا من اي حاجه فيها رفاهيه، يعني الاكل والشرب بس هي مقومات الحياه الاساسيه. الراجل الغلبان ده نقول له اقعد في بيتك ازاي يعني؟ اقعد في بيتك يبقى لازم توفر له على الاقل خالص هي مقومات الحياه من المأكل والمشرب. طب الدولة وأي بدورها هتعمل إيه في شعب 105 أو 110 أو 120 مليون يعني؟ ده دور بقى رجال الأعمال، ودور رجال الناس المقتدرة اللي ربنا مديهم مال. خلي بالك المال ده هتسأل عليه على فكرة، ده اختبار من ربنا على فكرة للغني وللفقير، والله ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى لأي واحد غني، يشوف بقى مدى صبره ومدى يقينه بالله سبحانه وتعالى. كلنا بنقول شعارات يعني، كلنا بنحبك يا بلدي وعظيمة يا مصر والكلام ده، عظيمة يا مصر لما تقف جنبها، بتحبك بحبك يا بلدي لما تقف جنب شعبها، كلنا هنموت. شوفوا في أي دولة دلوقتي تقول لهم حلمكم إيه، يقول لك بس نرجع زي الأول، مش فلوس بقى. هو ربنا يرحمنا برحمته. معانا اتصال أم محمد، أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي سريعا يا فندم. إحنا متشكرين إن حضرتك بتتكلم كده ربنا يخليك يا محمد. واللي انت بتعمله يعني في كلامك الجميل ده اللي احنا بنسمعه. ربنا يخليك يا فندم، اتفضلي. انا قلت ان انا اعمل المعاش بتاع التكافل والكرامة، وجوزي قاعد ما فيش شغل ومش عارفين نعمل ايه، ومعايا ثلاث اولاد. وقاعدين في البيت مش عارفين نعمل ايه. وحاولنا نعمله كذا مرة وما عرفناش. معلش، اللي عند ربنا كتير طبعا سبحانه وتعالى، ربنا مش هينسانا، وربنا مش حي، ربنا ما خلقناش عشان يجوعنا ويحرمنا ويموتنا ويخنقنا ويضايقنا. يعني برضه ان شاء الله خير يا حاجه، انا ان شاء الله، بس سيبي رقم تليفون حضرتك بس في الكنترول كده، واللي ربنا يقدره على حاجه يساعدك ان شاء الله باذن الله. حال الناس بقى يا شيخ ايمن يعني. من ضمن الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء بعد الدعاء صله الارحام. وصله الرحم مش في الاهل فقط، لا. انا بنشد كل واحد ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه، كل واحد في منطقتك ستسال عنه يوم القيامه امام الله. اصل الوقت ده وقت محنه، فاللي يظهر بتظهر فعل المعادن. انت تقي وبتحب الجود والكرم وهتنفس على اخوك المسلم كربه، اعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا هذا، من نفس على اخيه كربه من الدنيا الا ونفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. فاوعى تفتكر الموضوع كده، لا، الكل سيسال امام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل مسؤول صح، كل واحد ماسك عن دايرة. والله ستسأل أمام الله كل واحد بات جعان، كل واحد بات ما عندوش لقمة العيش، والله ستسأل أمام الله وهيمسكك كده من رقبتك ويقول ربي سل هذا لماذا ظلمني. يا رب خذ حقي صح. خذ لي حقي من هذا الرجل. ليه؟ لأنه ظلمني صح. أنا بيت يوم أو اتنين أو تلاتة ما عنديش، أقسم بالله انا بيجي لي تليفونات، بس هو الناس فاكره يعني انا زيكم والله يا جماعه واستاذ ابراهيم، احنا ناس الحمد لله من منطقه شعبيه، بس الناس بتظن ان احنا معانا كتير. والله لو معانا هندي ونطلع. بيجي لي يعني بيجي لي حالات دايما. انا جالي اتصال والله ابكاني من سيده من احدى المحافظات، انا مش هذكر لا اسمها ولا محافظتها، قالت لي من شده العوز والاحتياج انا والعياذ بالله مشيت في الحرام. استغفر الله العظيم. وزعلانه وبتقول ايه بقى؟
هي اكيد سامعاني دلوقتي. بتقول انا كنت بيجي عليا الليل بتمنى ان ما يجيش عليا الصبح، اقابل ربنا عشان يعني يرحموني من اللي انا فيه. كل ما تقصد حد يطلبها في الله طبعا عشان يساعد. هذا الكلام طبعا اسال الله ان يغفر لها وان يسترها وان يعفو عنها. طبعا الكلام ده خطا والله العظيم، هذا حصل بالحرفيا. انا معاك وعايزه، بص بقى عايزه مساعده مش لاقي. ولما تروح تحكي لحد هذا الكلام يبدا برضو يستغلها وتقول لي لما بشكي لحد، بشتكي لحد من عندها يعني حد كبير كده، بتقول لي بسمع منه اكتر من اللي انا بعمله بالليل والعياذ بالله. يعني ربنا يشفيها ويعافيها ويرفع عنها البلاء وربنا يفرج كربها يا رب العالمين. انت عارف احنا مشكلتنا في ايه يا شيخ ايمن؟ انت عارف احنا ازمتنا اصلا في ايه؟ ازمتنا ازمه اخلاق، ازمتنا ازمه انسان ازمته على غير ايمان، ازمتنا ازمه انسان ازمته هجر القران. عارف الانسان لما يقع في شده، عارف بس لو يوم كده يتوضى ويفرس سجادة الصلاة ويصلي ركعتين قضاء حاجة ويتذلل وينكسر لله، والله ستقضى حاجته. أزمتنا كذب ورياء. أنا هرد عليك بقى في الحتة دي، أزمتنا كذب ورياء. آه لو كل واحد في مشكلته عنده مرض، عنده نقص في مال زي ما بيتصلوا بينا ويفضل يسأل. يا أخي أول واحد تسأله هو الله، اسأل ربك بصدق. آه لو كل واحد ينكسر ويتذلل ويتضرع إلى الله ويحسن الظن بالله. أزمتنا قتل ودماء. آه لو كل واحد في أي محنة، في أي شدة، في أي كرب يلجأ إلى الله. أنت بس ارفع إيدك كده وقول يا رب بس. أزمتنا كذب وفجور، أزمتنا كشف المستور. آه لو كل واحد في وقتنا وعصرنا يلجأ إلى كتاب الله. أنت قاعد في بيتك كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، وليسعك بيتك. اقعد في بيتك وابكي على خطيئتك، ابكي على الذنوب اللي كنت بتعملها. اقعد في بيتك افتح القرآن، اقرأ كتاب الرحمن. عارف مشكلة الناس اللي عمالة على الفيس، امتى المساجد تتفتح؟ امتى المساجد مش عارف ايه؟ ما اصله خايب، اصله هيجي يصلي بولاده مش حافظ ولا عارف يلا يعرف يقرأ الفاتحة بتجويد. هيقرأ ازاي؟ هو مش حافظ، طب هيقف يصلي بأولاده ازاي؟ مكسوف. لا عايزين المساجد تتفتح. طبعا انا ما بقللش، احنا كل يتمنى، الكل يتمنى، بس خلي بالك دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لينا. فاكر ايام المطوشة الدوري والبطولات الأوروبية القهوة بتبقى عاملة ازاي؟ أزمتنا أزمة إشاعات، أزمتنا غيبة ونميمة ورياء. تتفرج على القهوة والمقاهي مليانة. أنا في مرة خارج من البيت لحاجة ضرورية، كانت الساعة 12 بالليل، والله ماتش إنجليزي أنا معرفش، لقيت بشر في الشارع. كان الماتش خلص أو المباراة انتهت، انا قلت يا رب في ايه خير، اللهم في ايه، اسال يقول اصل لسه مباراه مش عارف فريق كذا لسه خلصان. انا اتخضيت من المنظر. طب المساجد حالها ايه مع الله؟ يا المساجد مش كانت بتنادي على كل واحد؟ يبقى ازاي الاستادات او النوادي مليانه والمقاهي مليانه والمساجد ما فيهاش غير صف ولا اتنين، وممكن تخش المسجد تلاقي فيه اعداد بسيطه؟ ما هي دي رساله، رسالة لكل واحد عشان يعرف النعمة اللي كان فيها واتحرم منها. رسالة تعلمنا ان ازاي نحافظ ان احنا نكون قريبين من ربنا. رسالة لكل واحد دلوقتي نفسه يسجد في المسجد. كان في ايدك، كنت بتسيب الاذان يقول الله اكبر الله اكبر وانت قاعد عمال تسمع الماتش. صح، ممكن واحد قاعد يسمع الماتش في بيته يعني يقوم يجري يصلي الفرد الاربع ركعات او ما يكملش حتى في 30 ثانية وينط عشان يتفرج. أصبحت أغلى أمانينا أن نرجع لطبيعتنا قبل فيروس كورونا. أصبحت أغلى أمانينا دلوقتي
أن نرجع إلى طبيعتنا. تخيلوا الناس اللي كانت بيدعي بقى يقول أنا يا رب قصر، يا رب فيلا، يا رب عربية أحدث موديل، يا رب سافر مش عارف في أمريكا. فاكرين لما كنت بتدعوا وتقولوا نسافر أمريكا وإيطاليا؟ فاكرين الهجرة غير شرعية؟ تخيلوا دلوقتي حد كان يصدق اللي بيسافر إيطاليا بهجرة غير شرعية هو بيرجع منها دلوقتي ويتمنى يرجع لحضن بلدنا مصر بهجرة برضو غير شرعية. أزمتنا أزمة أخلاق. طب بعد اللي قلناه ده كله يا شيخ أيمن، هو في حل؟ الحل الرجوع إلى الله والدعاء، التوبة والدعاء. كل واحد، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيها للناس قبل ما أختم. اتفضل. تمسك لسانك، ده احنا بقينا نتريق يا أخي حتى على المرض. دي حقيقة. ألاقي مكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس، واحدة كاتبة جوزي زوجي أول ما بيرجع أنا مش عارف أخده بالخل والكحول واروح مدخلاه مش الطفاه، تيجي في الاخر تقول لك ناقص بقى ايه اغلي، ايه رايكم؟ يا شيخ خلي عندك دم. هم مش مقدرين المسؤوليه قد ايه، خلي عندك دم، ومقدرين ومقدرين مش عارفين المرض ده ممكن يعمل ايه وممكن يتعبنا ازاي يعني. عافانا الله واياك. من عاب على قوم الا واصيب بما، دي حقيقه، ده مرض. وعلشان كده حد بقى يهزر في مرض. خلي كل المواقع التواصل الاجتماعي دعاء، خليه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. خلي مواقع التواصل الاجتماعي كله يذكر الناس بالرجوع الى الله وبالتوبة، مش بالضحك والقفشات والهزار والكلمات. ايه ده؟ ليه حالنا بقى كده؟ احنا في اي نزال المفروض نرجع الى الله، نعرف ان في شيء، في رسالة ربنا بيذكرنا بالموت عشان نرجع ونتوب. يبقى خلي بالك، اول رسالة امسك لسانك، ثم وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، تقعد في بيتك. عارف ليه؟ اولا عشان لا تضر ولا تنضر، لا ضرر ولا ضرر. الموضوع الحجر الصحي عشان خاطر نعمل حاجز على الامراض ما تنتشرش، اللي بيبقى عنده مرض بيبان، ثم بنقلل نسبه المرض، وده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيه. خلي بالك، ثم وابكي على خطيئتك. احسنت يا شيخ ايمن بجد. ازمتنا ازمه اخلاق، ازمتنا ازمه اشاعات، ازمتنا كذب وفجور، أزمتنا كشف المستور، أزمتنا أزمة إنسان أزمته هجر القرآن. في حل؟ أكيد في حل. الحل أن نرجع لله خالقنا ونتحلى بأخلاق نبينا. صلوا على من علم الدنيا الحب، صلوا على من علم الدنيا الهدى. رسالة بقى للأحزاب، بدل ما تقعدوا ترشوا وتطهروا والحاجات دي، أنا بقترح عليكم يعني شباب الأحزاب، عندنا حوالي 44 أو 45 حزب سياسي في مصر. شباب الأحزاب دولت، الأحزاب دي توفر لهم مقاس للحرارة كده دكتور روحي يعني، ويدخلوا على الأسر كده يقيسوا حرارتهم ويشوفوا اللي، علشان في ناس يا جماعة عندهم الفيروس بالفعل موجودين ومكسوفين، قال يبلغوا عن نفسهم أو يسلموا نفسهم للحجر الصحي، ويقول لك مش مشكلة أنا أموت بس الناس ما تبصليش وتبص لأسرتي كده من بعيد ويتعاملوا معايا كجرثومة أو فيروس، وده طبعا ده خطأ. تاني رسالة من هذا البرنامج، رسالة لرجال الأعمال يتبرعوا للناس الغلابة دلوقتي ويقفوا جنبهم ويتصدقوا سواء بالحبوب أو بالمأكولات أو بالفلوس أو بالمال. ثالثا الدعم النفسي والدعم المعنوي للأطباء وأهل الأطباء وأبنائهم وأبناء الممرضات والممرضين الموجودين دلوقتي في المستشفيات. لازم دي يعني اللي جارتها دلوقتي ممرضة، اللي جارتها ممرضة تقعد مع أولاد الممرضة دي تحسسهم إن مامتهم مش غايبة وإن مامتهم بتأدي دور، ودور مهم جدا ودور وطني. دي رسالة من ضمن الرسائل البرنامج، برنامج أزمة أخلاق بيوعي بها المجتمع وبيوصلها للناس. تصدقوا في هذه الأيام، أي حد عنده زكاة مال يتصدق بها هذه الأيام. أفضل الصدقات هو جبر الخواطر يا جماعة، وهي في أيام المحن اللي احنا فيها دي. صدقوني كلنا هنسيب الدنيا. تخيل ان انت لو صاحب مصنع وصاحب أموال وصاحب عقارات وصاحب فلل وصاحب أسور وصاحب عربيات وجالك فيروس، هتموت وتسيب ده كله، هتتمنى ترجع فقير تاني بس ربنا يشيل عنك الوباء. انت لسه قدامك الفرصة موجودة، ولسه مصر آمنة، لسه ما وصلناش لأي مرحلة وربنا ما يحوجنا ليها وربنا ما يوصلنا ليها. شيخ أيمن، رسالة سريعة لكل مشاهدينا وكل الناس اللي تجبرت في الأرض. كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. شوف المرض دلوقتي لا بيفرق بين صغير ولا كبير ولا فقير
ولا غني صح ولا عالي ولا ضعيف ولا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم لا والله كله سواسية الكل سواسية والكل خايف من المرض والكل خايف من الفيروس فشوف الرسالة العجيبة كله دلوقتي يتكاتف الكل يرجع إلى الله كل واحد يخلي باله من نفسه من اللي حواليه يلا توب ويرجع الدعاء يا جماعة أنا نفسي كل مواقع التواصل الاجتماعي تشتغل بالدعاء لأن الدعاء يرد القضاء أي بقى كلام ملوش لازمة اقفل عايزين نشتغل شوية مع ربنا نفتح المصحف نتعلم نحفظ فرصة انت عارف بيدك احفظ وحفظ أولادك فرصة تراجع اللي عندك فرصة تذكرهم بالله دي أجمل فرصة إن احنا التقينا مع بعض تخيل إن 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 إن, إن أحد الزوجات بتقول لزوجها الحمد لله لأول مرة في حياتي أعرف لك مواعيد عشان آخر الساعة 7 يكون في البيت أيوة صح مش هينفع تخيل أنت في بيوت كده واحدة ما تعرفش معاها زوجها هيجي إمتى ولا يمشي إمتى فرصة بقى نحب بعض ونتكاتف ورسالتي من ضمن الرسالة اللي ربنا عايز يقدمها لنا من المرض ده احنا باش نسلم على بعض ما نقدرش نقدر نحضن ونبوس بعض خالص ليه بقى هل ممكن دي تكون رساله ان عشان القلوب امتلأت حقد وامتلأت ضغينه وكراهيه ولا ايه الموضوع نرجع ونلم بعض ونحب بعض وان شاء الله ربنا يرفع عنا هذا الغم وهذا الهم بفضل الملك وبحبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يزل هذه الغمه عن هذه الامه اللهم امين يا رب العالمين اكيد الرسائل وصلت من خلال هذا البرنامج وفي نهاية حلقتي بتوجه بكل الشكر لكل مشاهدينا في كل مكان كما أتوجه أيضا بالشكر للداعي الإسلامي الشيخ أيمن المصري كنت معايا الشيخ أيمن منور الله يكرمك سبري يا أهلا وسهلا بحضرتك مشاهدينا في كل مكان على أمل أن نلقاكم في 9 صباحا كل يوم أحد إن كنا من أهل الدنيا ومن أهل الأرض انتظرونا من برنامج أزمة أخلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.